لايف دابا، انا لايف، انا لايف. خد اللايف عافاك، واخا ناخذو عندي في شد لي اللايف ديالك دابا. اي واحد عنده مشكل في التليفون ديالو غنحلو ليه على المباشر ان شاء الله تعالى. غير هو بالنسبه للمساله، هو بالنسبه للناس ديال الايفون والاندرويد بجوج كلشي. المهم التليفونات كاين شي مشاكل راه ما كيتحلوش مثلا عن اللي عنده مشكل تقني، يعني التليفون كيتفالي مره مره، شي حاجه ديال كاين بعض شي حاجه ديال لاشارج. كاين بعض الحوايج اللي ممكن انهم يتحلوا، شي كونفيغوراسيون شي حاجه، ولكن شي حوايج راه لابد الانسان خاصو ريباراسي ولا شي حاجه. راه هذيك الساعه راه يزورنا المحل، مرحبا به. واخا خويا نشربوا الماء بعدا هو الاول. شربوا اخويا حمزه الماء. المهم اي واحد عنده مشكل في التليفون هذا هو اللي كاين، اي واحد عنده مشكل يطرح علينا السؤال. فمرحبا والف مرحبا. خذ اللايف، كان اللايف استاذ يونس عطيني باش نبقى نقرا الاسئله. بارطاجيتيه حتى الناس ديال دوز دوز خذ دوز دوز مورايا خويا. حنا اللايف دابا نتسناو غير الناس يبارطاجيو باش اي واحد عنده شي مشكل. غير ما يكونش شي اسئله ديال خاصني افيشور، حيت ما يمكنش نحلوا لي المشكل ديال افيشور عن بعد. المشاكل التقنيه تاخذ اخويا الميكرو. واخا سي عبدو مرحبا بك مره اخرى. مرحبا خويا. المهم هذا النهار هذا كيف ما كتعرف، شوف بادره منك. الحمد لله. شوف احنا الحمد لله احنا في، انا ممثل ديال متجر الكترو عبدو، يعني احنا الحمد لله. نقص بعدا من الصوت باش ما يبقاش الصوت يتردد. غير لي كومونتير، نشوف غير لي كومونتير. كيما قلت لك نهار السبت والاحد اخويا حمزه كيكون عندنا نهار سبيسيال حنايا في الاسبوع كامل، بحكم ان المغاربه كاملين كيكون، يعني كيكون الويكاند وهذا، كلشي كيكون جالس، كلشي كيبغي يقضي الاغراض ديالو. بزاف ديال الناس، راك جيت يا خويا حمزه وشفتي المحل، الناس نهار السبت كيقضيو الاغراض. الحمد لله جيتي شفتي الحمد لله، شفتي الحمد لله بزاف ديال الناس كيزورونا بزاف ديال المناطق من المغرب كامل، بلا ما نذكروا شي مناطق معينه باش ما ننساوش البعض. واحد المشكل يبدا. بسم الله. هذا سيسام ويلسام قال لك مشكل الصوت ضعيف سامسونج 51. لا 51 واخا باش نشوف. واخا مشكل الصوت ضعيف، اول حاجه ممكن تكون غير الغبره. اذا كان السيد مثلا كيشتغل مثلا في الغبره، مثلا هذا الباف هذا لا باش تفهم. لا الغبره زعما لا الصوت، الصوت يعني الا كان حتى نعطيك واحد اللي يكون كيشتغل في الغبره، الغبره ديال التراب ماشي ديال لا لا بطبيعه الحال لا التراب. حيت كاين بعد نزيدك واحد المسال، كاين بعض المرات في الغبره عندك يمشي بالو. لا 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 احنا المصطلح حنا كنقولوا التراب. مثلا نعطيك اخويا، كاين بعض المرات مشكل ما كيحتاجش ريباراسيون. مثلا هاد الباف هذا راه كيكون فيه واحد القليل من 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 من, من الحديد، كي ضروري كي في العيار، عفوا العيار كيجر دوك يعني دوك مثلا كيكون الانسان مثلا كيشتغل مثلا في شي مكان فيه الحديد ولا شي حاجه، فكيوصل هاد الباف هذا كيجر سميت، فخاصو غير نيطواياج. مثلا الباف خاصو غير نيطواي. اذا كان مشكل ديال ريباراسيون فهاديك الساعه كيكون المشكل في الفيزور، كتبدل ديك الفيزور ديال الباف كامل. الحمد لله حنا في المحل راه كاين عندنا سيرفيس ديالنا الحمد لله، الناس كيشتغلوا معنا في الريباراسيون. اي واحد بغى راه الباب مفتوح ليه يجي مرحبا به. حنا كنحاولوا ما امكن، كاينين شي حوايج راه ممكن تنيطوي هذا الباف هذا اللي عنده فيه مشكل ديال الصوت، غير مشيت تسنى مثلا يجيب الله التيسير، فهمتيني؟ ماشي بالضبط ان تكون ريباراسيون ولا يتحل التليفون ولا هذا، فهمتيني؟ كنتي كتعرف شي واحد اقرب ليك راه مشكل ديال الصوت راه ماشي شي حاجه، الا كان غير ضعيف ماشي شي اشكال. داك الاصعب هو كيكون مثلا الصوت ما كاينش كاع نهائيا، تما كيكون سيركويت الصوت او الفيزورا ما بقاتش خدامه نهائيا. الا كان المشكل غير خفيف شويه ينظفوا راسو. غتنظف الهاتف ديالك. حنا كنرجعوا هنا للنقطه ديال الاهتمام بالهاتف. انا لي كومونتير عاوتاني. كاين هنا ايفون 12، اشمن شنو المشكل في ايفون 12؟
يعني خويا خالد هاد اللايف لاي واحد عنده شي مشكل اي واحد عنده مشكل في التليفون ديالو فاحنا مستعدين اننا ما نبخلوش عليه سواء بالنصائح ديالنا سواء بنادم مثلا بغى يعرف هاد التليفون علاش كيوقع هاد الشيء شنو المسببات مثلا واش تنصحني نركب واحد الافيشور معينه لهاد التليفون واش لان كاين بعض المرات كيكون التليفون اصلا ولا مثلا ساوي في السوق اخويا حمزه مثلا 400 درهم ولكن افيشور ديالو داير 600 درهم في السوق من بين الهواتف مثلا كاين مثلا افيشور ديال جيوان ايس التليفون حاليا واصل 200 250 درهم في الاوكازيون افيشور ديالو 400 درهم كاين الانسان اللي كيبقى حاطو كيكون تنجمع ليه الفلوس النهار اللي كتيسر الامور كيجمع كيصاوب له ديك الافيشور ب 400 درهم التليفون اصلا ما بقاش ساوي في السوق هذا يعني حنا مستعدين مرحبا بالجميع اننا اي واحد عنده مشكل التليفون كيطفى ليه هذا ويسلام قال لك فعلا تقابي عنده مسدودين يسحب لي انا راه دوريجين تيكون لا غير خويا وسام غير دير شي برا ولا شي حاجه ان شاء الله راه غادي تقاد لك الامور حيت بعض المرات ما كيكونش في الغالب مشكل ديال ريباراسيون كيكون غير نيتواياج خفيف خويا ياسين اشنو المشكل بالضبط خويا ياسين انا هذا اللايف مفتوح لاي واحد عنده مشكل اي واحد عنده مشكل في اي تليفون اي استفسار شوف باش نديرو اي استفسار المهم راه ان شاء الله غيتحل لي المشكل المهم هو كاستفسار بشكل عام في اي حاجه كتعلق بالاندرويد وبالسامسونج فحنا موجودين اننا نجاوبوا عليها اعطيها سي خويا حمزه مركز معايا ولا مركز مع انا معاك لا راك ناضي شوف راك ناضي يا خويا راك ناضي تسناو غير مال هذيك فاش دقيقه 1100 درهم هذيك ويلسام قال لك شكرا جزيلا مرحبا خويا وهذا الشيء حنا كنديروا بكل فرح مرحبا يعني مرحبا بالجميع على الناس لا شوف باش تفهم واحد المساله كاين شي وحدين يعني كيقول لك هو المشكل كيكون ساهل كيقول لك ضرب دويره باش ترجع وكياخذ لك واحد الثمن هذا مشكل اخر زائد ان كاين واحد المساله اخرى اخويا حمزه هي ان الكليان حتى هو يحاول ما امكن يساعد الناس ديال الريباراسيون علاش اخويا حمزه ان ملي كت الانسان مثلا الغرض غادي تقضي لك انت في ساعه ولا ساعتين الا قدر الله لقيتي شي واحد ناضي وقضى لك الغرض في نص ساعه فحاول ملي يقول لك واحد المونطو ما تقولش لي لا انت ما كاش درتي فيه غير نص ساعه حيت ماشي بالضبط يقول لك 3 ايام 4 ايام 5 ايام عاده تقول راه يستاهل ديك 100 درهم ولا 150 درهم اللي حيت اصحاب الريباراسيون راه كيبذلوا واحد المجهود كبير 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 بزاف الناس راه كتحفي عينيها باش انه يقدر يصاوب لك واحد فهمتيني يعني الانسان تاو ياخذ هذاك الرقم ديال الهاتف ديالك اخي تبع معايا لي كومونتير خويا عبدو مرحبا اي واحد عنده شي مشكل انا خويا كنت في البحر ودخلت الرمله التليفون وعاد الصوت ناقص فعلا هو من بين اكثر الاسباب هو الرمله هو الرمله هذه مشكل كتسبب بزاف ديال المشاكل ديال الصوت وخصوصا كما كتعرف حنا بعض المرات كدير تليفونك بعد ما تكون معاه مثلا كوكاو الزريعه كيبقى داك القشور راه هذوك الحوايج عرفتي الكونيكتور ديال التليفون كيفاش داير عرفتي شنو كتجبد اي واحد دابا يدير واحد البرا صغيره ويعرف كيفاش ينطوي الكونيكتور عرفتي شنو غيجبد من الكونيكتور بحالاش كتنساو دنيك انت دابا فهمت دابا كاين بعض المرات الشارجور كتبقى ديرو في التليفون ما كيشدش ما كيلصقش في الكونيكتور فهمتيني هاد الكونيكتور هذا في هاد الجناب ديالو هنا كيعمر بالغبره ولا كيعمر بشي حاجه يعني الشارجور كيقول لك لا الانسان واقيلا ولا عندي مشكل كندير الشارجور هو النورمال ديال الشارجور باش نفهمك واحد المساله هذه بالنسبه للشارجور نعطيك هاد الكابل هذا تيبسي هو النورمال الكونيكتور كيفاش خصو يكون ديال التليفون هو هذا النورمال هو هذا التليفون خصك ملي دير فيه الكونيكتور تسمع هذيك الطق ها هي الشيا حتى الشارجور واخا تعلق التليفون هانت شوف ما يطيحش
هنا كيتسمى الكونيكتور سليم 100%. مفيش هنا كيكون الكونيكتور الوقت اللي كتكون الكونيكتور كدير هكا وكيدخل غير واحد شويه ديال في الكونيكتور فهنا كاين شي اشكال ديال الغبره اولا كاين شي حاجه يعني لابد. كنت جيت عرفتني طوي الكونيكتور ديالك فتوكل على الله خفتي انك تقيس الكونيكتور لان هنا راه ممكن ثاني مساله اخرى ممكن انك تبغي تنيطوي تقيس هذا الكونيكتور هذا هنا حتى هذا الشيء في واحد الشعيرات صغيره وصغيره بزاف ممكن تقيس شي حاجه دير شي كوب سيركوي وتخرج على الكونيكتور وديك الساعه طامه كبرى يعني راه ممكن تزور اقرب واحد راه داك الشيء راه كيتنيطوي ما كيفوتش 20 درهم ينيطويك غير الكونيكتور ديالك وكيبقى ديما الكونيكتور ديما انت محافظ على الكونيكتور ديالك كاين الوسائل كاين البرودويات باش كيتنطوي دابا الكونيكتور ديال هذا كيف ما ذكرنا كونيكتور سليم 100% كونيكتور سليم سليم 100% ما كاينش فيه كاع الاشكال نهائيا. شوفوا المشكل ديال الخياط عبد الحق اها شوف شنو قلنا الخياط عبد الحق الخياط عبد الحق انا ما كيطلعوش عند الخياط عبد الحق عند سجيل في التليفون اي مكالمه عندي فيها تسجل ما عرفتش مناش خويا كاين بعد سميتو راه كيديزاكتيفا بعض الشركات عندهم تسجيل اوتوماتيكي المشكل هو كالتالي خويا حمزه هو خويا الخياط هو انك ملي كتصل بشي واحد كتكلم واحد السيدة كتقول لي هاد المكالمة مسجلة يعني في ذاك الشخص ممكن تسبب لك إحراج مع ذاك الشخص يعني ما ناوي والو كهي فاش كتدوز لابيل المكالمة كتقول لك مسجلة انت كتولي في شنآن مع ذاك الشخص على سجلتيني واش ما كتثيقش فيا واش هادي واش هادي واش يعني بحال هاد الأمور راه في الغالب كيكون أغلب الأشخاص ما كيتعمدوش كاينين شركات اللي عندهم تسجيل أوتوماتيك وهذا الشيء راه كيديزاكتيفا غير من البارامتر ممكن انك ديزاكتيفي. شوفوا ناصره شنو قالت عندي مشكل بلوتوث الواي فاي ما خدامش في سامسونج اديس مشكل ديال الواي فاي والبلوتوث بجوج هذاك سيركوي هذاك ساهل هذاك ساهل كيتصايب فإذا كانت قريبه لينا فتجي مرحبا بها اذا ما كانتش قريبه تشوف اقرب انسان يصوبوا ليها راه مشكل ساهل هذاك بسيط كياخذ واحد ساعه المكانه او ساعتين المكانه كيوجد يعني كيوجد هذاك المشكل ساهل ساهل كيتصاوب 100% هذاك هذاك السيركوي كاين عندنا الحمد لله لي تكنيسيان كيصاوبوا هذاك الشيء في ساعه المكانه لا لا ماشي شي وما كيت ماديا ما كيكلفش بزاف يعني ماشي شي حاجه اللي كبيره ماديا يعني ان شاء الله يتصاوب هذاك المشكل 100% باذن الله. خويا علوي كريم خويا علوي كريم متفق معك خويا شكرا على المعلومه صراحه هذه المساله هذه دير عود ديال الاسنان غير هو يكون رقيق شكرا خويا هذه فكره ممتازه صراحه ملي كتشوف الافكار بحال هكا حتى الناس كيحاولوا ما امكن كيقدموا افكار ممتازه فشكرا لهم بزاف. عندي ايفون 11 فورماطيته ولكن تسد لان فيه الاي كلود ولكن ما عنديش جيميل لابد لابد اخي الكريم خويا محمد الا كان عندك المشكل تسد فممكن انه يتحل التليفون بشريطه انك تمصوب اي كلود ديالك وديرو بنفس النمره ديالك انت شخصيا اما الا كنتي في الاصل ما عارفش الاي كلود ديالو فهنا ما عنديش فكره على هذه المساله. إذا كان ديالك التليفون ودرتيه بنفس النمره ديالك وفورماطيتيه ونسيتي على الاي كلود فإن كاين الامكانيه ديال دير مود باس اوبلي ولكن الايفون يكون ديالك يكون ديالك ماشي تقول ماشي انت اصلا عندك تليفون اي كلود وباغي ناكتيفي الايفون لا احنا ما كنديروش هذه الخدمه ديال الاي كلود ما كنديروش نهائيا انا ماشي انا الصوت ناقص من خويا حل ديال الاشهارات ديال الفيسبوك كما كتعرفوا الاخوان كديزاكتيفي الاشهارات ديال الفيسبوك راه هذوك راه ارباح اصلا كيدخلوا الاشهارات ديال الفيسبوك راه اصلا يعني كيتاكتيفيو زائد كاينين شركات كيطلعوا كيطلع الاشهار من داك الاشهار كيربحوا
يعني حيت راه ما يمكنش نقدم لك واحد الخدمه معينه هكاك مجانا. راه كاينين تليفونات في السوق لا داعي لذكر الاسماء رخاص مقارنه مع سميتو. كتلقى تليفون مثلا فيه 128 4 جيجا في الرام، فيه بروسيسور طالع، فيه هذه فيه هذه، تليفون واعر ولكن فيه الخدمه ديال الاشهار. يعني انت ديك الشركه ملي كتقدم لك ديك الخدمه راه مقابل داك الاشهار اللي كيطلع لك كتشوفه، فهي كتكون ناقصه لك الثمن. يعني راه لابد كتكون شي حوايج، حيت ما يمكنش الانسان مثلا يقدم لك واحد الخدمه بلا ما يربح. شوفوا قال لك احسان شوفوا خويا، بغيت نعرف الا مشكل كيخرج على الباتري. من اخطر المشاكل اللي كيخرج على الباتري هو دير التليفون فلاشارج تبقى خدام به. هذا مشكل عويص كنعانيو منه كاملين باش نكونوا واضحين. باش نكون واضح، انا شخصيا كندير المساله فهمتيني، مع العلم انها عندها واحد التاثير سلبي، عندها تاثير سلبي على العين اولا، لان صعيب باش انك تخدم بالتليفون وتخليه فلاشارج. اول حاجه كتهلك الباتري، كتهلك عينيك، كتهلك بزاف ديال الحوايج. يعني الانسان يحاول ما امكن انه في ديك الفتره ديال ياخذ واحد ربع ساعه ولا قسط من الراحه. كما ذكرنا كاينين شارجورات دابا الحمد لله رابيد فاست شارج، راه نص ساعه التليفون الانسان يصبر نص ساعه حتى التليفون ديالو يولي 100% ومن بعد راه يشتغل مع راسه. سلام خويا، عندي تليفون ايتيل بصمه 16 جيجا مكوانسي وشاعل. هذا مشكل خويا، غيكون عندك اما المشكل في الفلاش. اول حاجه غتجرب فلاش فلاشي واش كيبقى شاعل وطالعه فيه الاسم ديال الشركه ياك اخي. المهم توضح لنا الصوره باش نعرفوا الا كان كيبقى غير شاعل او لي فورماطي الا كان خويا رشيد الاندلسي، خاصني البانطايا ديال الاسويت سامسونج اسويت. خويا رشيد كيف ما كتعرف الثمن، احنا دابا غنجاوبوا على النقطه ديال هذه المساله. دابا سامسونج الاسويت الثمن ديالها كيوصل واحد الثمن ديال 700 درهم حتى 800 درهم. الاسويت دابا البانطايا ديالها 700 درهم. البانطايا ديالها البانطايا ديالها ولا الافيشور باش يعرفوا الناس شنو هي البانطايا، لان الناس ديال وزان الغالبيه كيقولوا البانطايا. سي ابراهيم دخل تفضل عندي. ياسين جمع لي هذوك العشرة ديال الايفون 11 الله يرضي عليك. المهم شوف عندك هنا. المهم راك عارف انا مشغول ضروري مع الكليان وهادي راه ضروري ما عندك ما دير. كيف ما ذكرنا دابا البانطايا الحمد لله هذا هو فضل من الله عز وجل، ثم اسباب بزاف ديال الناس اخويا ولله الحمد. باش كتشوف ناس كيزوروك من بزاف ديال المناطق جديده. واحد النهار جاو عندي واحد الناس ولله الحمد، هذا صراحه شرف كبير وهادي مفخره كنعتز بها، باش يجي عندك ناس من العيون. من العيون جاو لعندنا، جاو عندنا من العيون، تقدموا من عندنا. الناس جاو عندنا من السماره، جاو عندنا الناس من ارفود. عرفتي باش يجي انسان ودي بلاصه عندك من ارفود باش ياخذ تليفون من ارفود. التليفونات راه ماشي ما كاينينش في العالم، راه كاينين بزاف، ولكن هذا هنا كيبقى واحد الحمل صراحه ثقيل وثقيل ثقيل بزاف ما كيعرف الانسان. جاوب في الفيكس ما كيعرف النعمه الانسان الا اللي فيها. المهم كما ذكرنا دابا البانطايا خويا شحال داير هاد البانطايا مثلا غتلقاها مثلا اوريجينال غتلقاها بواحد 900 درهم مثلا ولا 800 درهم، ولكن التليفون كامل داير هاد الثمن. يعني راه ممكن داك المونطو تزيد عليه وتاخذ تليفون، تاخذ جينيراسيون جديده وتاخذ فهمتيني. حنا كاينين بعد داك الانسان الا قدر حاله واحده اللي يقدر الانسان انه يصاوب فيها التليفون 100% كيكون عنده لي دوني ما يقدرش يستغنى عليهم، يكون عنده مسائل ديالو، فهنا يصاوب التليفون ديالو. خويا هشام السلام عليكم. ملي قال لك عندي الريدمي 9A الطاكسيل كيتقال. الطاكسيل كيتقال من بين اسباب ديال الطاكسيل كيتقال، بعض المرات الانسان كيكون عنده تليفون شاري جديد وكيتقال ليه الطاكسيل. علاش الاخوان ننصحكم الميزاجور، ملي التليفون يطلع لك الميزاجور فحاول ما امكن تكونيكتي مع الواي فاي ودير الميزاجور، دير الميزاجور لان من اسباب اللي كيتقلوا التليفون هو الميزاجور. كاين بعد المرات التليفون الا ما درتيش الميزاجور كيمشي لك الباف، كتصحابوش الباف خسر، ولكن كدير لي غير الميزاجور كتيسر الامور كيولي الميزاجور. الميزاجور شنو هو؟ التجديد. ميزاجور يعني التجديد ديال العقل ديال التليفون، دائما كتجدد العقل ديال التليفون.
يعني فين ما يطلع لك الميساج ديال التليفون حاول. خويا هشام ياك هشام شوف هذا خالد خويا خالد دير الميساجور ان شاء الله في الغالب غادي يكون عندك مشكل غير ديال الميساجور خويا. سلام خويا هشام سلام ملي كتلقى شنو هي التليفون الموسيقى كان تبقى 30% وهابط تبقى يتبلوكا وتبقى الصوت يطرطر وشويه تبلوكا ومشكله فلاشيتو هذاك اخويا. الا كان المشكل ديال التليفون كتوصل الا كان المشكل كتوصل ل 30% مثلا والتليفون كيتخربق على في العقل ديالو كيتخربق راه ممكن يكون عندك المشكل غالبا ما غيخرجش على جوج مشكل الا فلاشيتيه وما كانش مشكل حيت بعض المرات التليفون مثلا فاش كيكون عنده الباتري ضعاف 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 بواحد القوه كبيره فالتليفون ملي كيوصل لواحد النسبه معينه 30 فلاشار التليفون كيتخربق كيولي الطاكسي كيضرب بوحدو كتولي انت كتبغي تضرب هنا هو كيضرب هنا اولا كيكون عندك مشكل في كارت مير مشكل يكون عندك مشكل في كارت مير. خويا عمر باش نجاوبك على السؤال ديالك هذاك اخويا الا كان التليفون عندك مازال يلا خديتيه باقي في كارانتي خويا عمر من الاحسن. شوف الاخوان راه كاينه المساله باش نذكروا بها الناس بزاف ديال الناس اخويا حمزه عندهم واحد الخلط في هذه المساله ديال الكارونتي. مثلا ملي كتاخذ تليفون برودوي من عند السيد جديد مطرق فاش التليفون يضرب عندك شهرين ولا 3 شهور ما تحاولش ما امكن انك تفتح التليفون راه التليفون كيكون فيه عام ديال لا غارونتي فانت كتجيبو للسيد انا كنهضروا على الجديد المطرق جديد مسدود مطرق كتجيبو للسيد اولا انت كتكلف كتمشي حسب المقر ديال الشركه اللي انت اللي انت واخد البرودوي ديالها فكديه لهم فكيصلحوا لك المشكل من عندهم لا داعي انك تفتح التليفون. كاينين بعض الناس حتى كيفتح التليفون ريباراسيو كيدير ريباري ومن بعد عاد كيجيبو المول المحل كيقول ليه خويا راه مازال في الكارونتي راه ملي كتفتح التليفون اولا كيتريبار راه كيتلغى المساله ديال الكارونتي. هذه راه نقطه مهمه. نشوفوا شي واحد شكرا خويا مرحبا خويا هشام مرحبا بك خويا هشام مرحبا بك خويا مرحبا بك خويا رشيد الاندلسي شرف لينا خويا مرحبا بك خويا. هذا خويا شاعل بحال باش نبغي ندخل البروغرام غالبا هذا شوف غالبا هو عنده يعني وريهم الطريقه ديال الفورماطاج اللي ما بغاش على التليفون هذيك ديال الصوت. دابا كاين بعض المرات راه كتوري الطريقه ديال الفورماطاج اخويا حمزه كيقدر انسان يكون عنده لي دوني كتقول ليه فورماطي فكتولي هو ماسح لي دوني ديالو كتولي انت مسبب في اللوم عليه فهمتيني راه البارامتر بالنسبه للسامسونج راه ممكن تفورماطي التليفون غير من هنا كتدخل البارامتر انت كتجي لهنا اول حاجه الناس اللي ما عارفش الكونت ديالو الناس كنقولها وكنسطر اللي ما عارفش الكونت مثلا عنده كونت مثلا كاين بعض اغلب الناس كيديروا مثلا كونط عشوائي ماشي كدير كونط كدير كدير مثلا كونط عشوائي مثلا راه بامكان ان مثلا تدخل البارامتر تدخل الكونط تدخل الكونط ديالك كتلقى سيبريمي كديزاكتيفي الكونط وكتجي لهنا البارامتر هي هذه ايا كتكليك هنا كدير ايا الشيء راه كتعطيك هي كتمسح يعني تولي دوني يعني لي دوني كاملين كتمسحهم فاش كتورك عليها كتجي لهنا لتحت كدير هاد هنا سيبريمي تو كيمسح كلشي كيتمسح التليفون. هنا الناس اللي ما عارفاش واللي ما سوفكارداش وتمسحوا ليه لي دوني راه كتولي تبان لي انت اللي درتي ليه المشكل. واخا الناس كيسولوك على جي 7 برو جي 7 برو لا حاليا لا ما بقاتش في جديد لا فان سيري لانه هو موديل 2017 ما بقاش في جديد لا فان سيري. الناس كيسولوك خويا عبدو واش كدير لي بروموسيون شنقول لك حنا المحل ديال الكترو عبدو ماشي كيدير لي بروموسيون على طيله العام شي حاجه اكثر من البروموسيون نعطيك خويا واش تقدر دير دابا في هذا اللايف شي بروموسيون اها مرحبا ما كاينش مشكل دابا انت كتحداني يا خويا حمزه وانا عزيز عليا التحديات ما كاينش قال لك بروموسيون واش تقدر دابا دير بروموسيون دابا نشوفوا الناس اللي داخلين عندنا اللايف نسولوهم هما واش يبغوا نديروا لهم بروموسيون
دابا بروموسيون دابا حاليا نديروا لهم بروموسيون. حنا دائما كنديروا السبت والحد برومو، وحنا اغلب المنتوجات اللي كاينين عندنا برومو. كاينين منتوجات عندنا حنا اللي ناقص 50%، تجيك غريبه انت ناقص 50%. تقدر دير ناقص 50%؟ دابا ندير ناقص 50%، ما عنديش مشكل دابا حالي، ولكن غنشوفوا الناس واش غيبغيو ولا 50%. 50% في بعض المنتوجات ماشي كلشي. ما يمكنش مثلا تليفون مثلا دير 1700 درهم غنقول لك انا لا فيه ب 50 درهم، نقول لك دير 50% غدا غتلقاني ساد. كاينين بعض المنتوجات، كاينين بعض المنتوجات حنا دابا تقدر دير لهم ناقص 50%. دابا ما كاينش المشكل، غير نشوفوا الناس الاراء ديال الناس واش يبغونا نديروا لهم دابا. فمرحبا بي، ما كاينش مشكل. حنا المحل ديال الكترو عبدو خويا حمزه راه معروف في المغرب كامل، معروفين الحمد لله في المغرب كامل باننا كنديروا بروموسيون السبت والحد. يعني ملي كنقول لك شوف هذيك المساله اللي ذكرت قبيله اخويا حمزه، ديال مثلا انسان كيزورك مثلا من منطقه بعيده، مثلا نعطيك على سبيل الحصر، مثلا انسان كيجي عندك من مدينه مثلا الجديده، ما ديرونجاش اخويا حمزه الطوموبيل ديالك في امان الله، ما تخافش ما خافش، ما عندناش ديباناج هنايا، القضيه هنايا الحمد لله الدرب بخير طرونكيل، ما تخاف والو. الله يحفظك سي عبدو. مرحبا. اللي بغيت نقول لك الناس نتسناو الناس نشوف باغيين برومو ناقص 50% ولا لا. نشوفوا نشوفوا الاراء ديال الناس وحنا معاهم، ما كاينش مشكل. شوف خويا حمزه باش جبنا بعدا بياسات تقدر دير فيها ناقص 50%. الله يحفظك خويا نور الدين، خويا نور الدين كنظن راك من المتتبعين ديالنا وعارف لي برومو اللي كنديروا. اول حاجه بغيت نقول شوفوا بعد البياسه ديال ناقص 50%. ناقص 50% مرحبا موجود دابا نيت. نعطيك اخويا النموذج اغلى بدلنا. شوف اعطيني معاك كيت تروازيام جينيراسيون، هما هادو مطرقين. نشوف لك شي وحدين هنايا داك، عطيني شي وحدين صافي هما هادو صافي. شوف دابا هادو شحال باش غدير لهم؟ وريهم بعدا البواط. هو هادو كيت مثلا طروازي. واش واش خويا غنخليو الناس هما يحكموا فراسك شنو كتقول ولا لا؟ اخويا خلي الناس الحكم للناس. دابا نعطيك النموذج مثلا، الناس راه هما غيشوفوا لي كومونتير كلشي، الناس هما غادي يشوفوا هاد المسائل هادو هما عارفين كلشي. نعطيك اخويا دابا هاد الكيت كلشي المغاربه، حيت ملي كنبغي نديرو برومو مثلا، دابا انت ملي كنبغوا نديرو برومو ما كنديروهاش مثلا باش تفهم، ما نديروهاش في سلعه ليكيداسيون اللي بقات عندنا في المحل وما تباعتش ونديروا فيها بروموسيون. السلعه اللي كاينه، السلعه اللي كاينه الفيرسيون الجديده 2022 اللي عليها الطلب. هادو مثلا شحال كدير؟ هادو كيتباعوا ب 400 درهم في السوق، هادو الهاي كوبي كيتباعوا ب 400 درهم. هادو غندير لك 60% ديال ناقص الثمن ديال هادو ناقص 60%. هادو كيتباعوا في السوق ب 400 درهم، 350 باش كيتباعوا السيد. حنا ما ندير 350، حنا غادي نبيعوهم اخويا 180 درهم. ها الكيت باش غيبقاو 180 درهم. ها هما الكيت كيف ما كنقول لك اخويا، هادو راه هما هادو كيت طروازيام جينيراسيون شفتيهم مطلوبين عند الناس فهمتيني؟ طلعوا لنا الكيت هنا. ها هما شفتيهم؟ هادو مثلا 180، هادو ناقص 50% 180 درهم. شي حاجه اخرى ديال انا شوف ديال قل 180 درهم. غنركز لك عفوا، غنركز لك على الحوايج اللي مطلوبين. المهم دابا هادو قلتي بشحال؟ هادو 180 درهم، واللي بغى جوج ب 350. جوج ب 350. تاخذ جوج بثمن وحده 350 درهم. نور الدين، نور الدين قالك عبدو المي 11 تي برو شارجور 33. انا نعطيك دابا هاد الشارجور مثلا كيدير 250 درهم، حنا عندنا ب 150 درهم. دابا شنو بغي شنو تقول لي؟ دابا نور الدين نور الدين خويا نور الدين 150 نور الدين خويا نور الدين 150 درهم اخويا نور الدين، هو الثمن الاصلي ديالو 250، حنا نبيعو لك 150 درهم برومو. شحال؟ 150 درهم ناقص 100 درهم، راه حتى الثمن إذا كان مغري راه كيشجع الناس أنه خير دي بلاصة عندك، في نفس الوقت كيزورك لله في سبيل الله، وضروري كيدير واحد ضروري كيتقدى شي حوايج لابد. زيدني البرومو، برومو دابا الناس باغيين برومو. البرومو بانوا لي الناس بداو كيت موا ديال تي 191، الكيت موا تي 191، هادو أخويا غيبقاو ب 135 درهم.
135 درهم. عندك شي حاجه تما؟ كاين موجودين. واخا قول لي اعطيني الكيت موا ديال تي 191. لا المهم شوف انا نقول لك واحد المساله اخويا، هادو بحال كيديروا في الاصل شحال باش تخليه هادو بحال يعني ناقص واحد الذاك حنت. الا كانت مثلا نعطيك واحد النموذج بحال هذا الميكرو ديال الايفون، هذا مثلا الثمن الحقيقي ديالو كيدير 70 درهم. 70 درهم شحال فيه مترو؟ فيه مترونس، فيه مترونس هذا ديال الايفون كيخدم مع الايفون. الثمن ديالو حنايا كنحسبوه ب 30 درهم. 30 درهم 30 درهم هذا 30 درهم هذا ديال الايفون 30 درهم فيه مترونس هذا كيبقى ب 30 درهم. هذا ديال الايفون راك عارف اصعب حاجه هي نشري اكسسوار ديال الايفون. ها هو وممكن انك دير فيه الاوكس، ممكن انك دير فيه الاوكس. شوف الاخوان حنا راه ما كنستثنيوش ان اللي عنده شي مشكل في التليفون، فهمتي الاخوان؟ الناس اللي سولوا على هذه المساله هذه كاين مثلا هما هادو الكيت اللي قلت لك، هما هادو كيبقاو 135 برومو 135. كاين الدوزيام جينيراسيون بحال الدوزيام جينيراسيون الثمن ديالهم هادو كيوصل 250 درهم في السوق. شيم هادو كيوصل 250، حنا عندنا ب 150 درهم. 150 درهم شي حاجه قل، شي حاجه قل، شي حاجه قل. شوف ماشي شي برومو قل من 100، قل من 100. كاينين واحد الكيس عندنا دايرين طوندونس ديال طوندونس هما هادو 85 درهم. هادو الثمن ديالهم كيوصل في السوق 150 درهم 140 درهم، حنا عندنا ب 85 درهم. هاد الكيت هادو في هاد الكيت فيهم باور بانك. شيم واحد التحيه للسي عبد الواحد، احسن واحد كيدير البارابولات في المغرب كامل، ماشي في المغرب كامل، في شمال افريقيا. السي عبد الواحد هما هادو كيت فيهم باور بانك ناضين ممتازين مقاومين للماء. هادو غير هما ما يمكنش ديرهم وتعوم بهم، مثلا مقاوم للماء يعني شي قطره ديال الماء. الثمن ديالهم بحال هاد الكيت 85 درهم. دابا عطيني الثمن ديال البروم 85 درهم. هادو اصلا دايرين فيهم حنا برومو ما لا نهايه، عندنا فيهم كميه الحمد لله مهمه دائما. و 80 درهم دائما كنبيعهم ب 85 درهم. هادو دائما كنبيعهم ب 85 درهم. بغينا شي برومو دابا ديال شي خمسه د الناس ولا شي 10 د الناس في اللايف، ماشي مشكل ديال شي خمسه د الناس يكون سبيسيال ديالهم. الناس اللي كيتفرجوا في هذا اللايف هذا ماشي مشكل. شنو نقترحوا على الشافي ياسين؟ شنو غايدير لناش من الناس يقترحوا علينا ونسولوا الشافي ياسين. المهم خصنا نشوفوا التفاعل ديال الناس وحنا راه موجودين. هاد البالون، شوف هاد البالون هادي، انت نعطيك النموذج هاد البالون. شوف حنا الكترو عبدو الحمد لله خويا حمزه كنجمعوا ما بين التنوع، جامع كل شيء تنوع. دابا نعطيك النموذج، مثلا غتجي عندنا مثلا غتبغي مثلا تليفون ياك، فاش غتبغي السكرين ديالو البوشيت ديالو لي زاكسيسوار اللي تابع عليه وكل شيء، راه ممكن انت شوف ممكن اسمع ممكن تجي للمحل. اسمح لي يا خويا حمزه خديت لك هاد البانون. شوف ممكن تجي للمحل تاخذ التليفون تاخذ السكرين وبوشيط وتاخذ حتى كره حتى هي تمشي من هنا لاعب ماتش جيم كود صنادي. هاد الكره هادي الثمن ديالها كيوصل في السيت ديال اديداس 1500 درهم. 1500 حنا غنديروا ليها برومو سيدي نزولا عند الناس 400 درهم. كنا كنبيعوا ب 450، بقاو اربعه القطاع 400 درهم، بقاو ثلاثه يمكن ثلاثة اللي بقاو 400 درهم. أربعة بقاو هادو 400 درهم. الثمن الأخر منقوس عليك 1100 درهم. أوريجينال أوريجينال 100%، جي مع راسك تشيكي هاي. الألوان تذكيرة بالألوان، هاد الألوان الإخوان شفتيهم؟ الألوان اللي فيهم راه فيهم الغوز وفيهم الخضر وفيهم النوار وفيهم الأحمر، هادو ألوان ماشي مشبوهة، ألوان هادو الوان الاخوان اللي بغى يقصر. هادو الوان الاخوان اللي بغى يقصر البالون راه هادي، زائد ان هادي لكن تحاقل على هاد الالوان غتضربها برجلك باش تماركي مزيان تبرد غبيبه. خالص كيسو اشرف كيقول لك طاب اس 3 كاين 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 موجود. شوف كيما قلت لك اخويا حمزه حنا كنجمعوا ما بين التنوع. حنا في محل الكترو عبدو انا عضو بلا مقاول انا فقط كنبقى مسؤول ومشرف على المحل، اما راه كاينين الحمد لله بزاف ديال الناس كيخدموا في الخفاء، بزاف ديال الناس سميتو كاين اللي كيب الحمد لله. تحيه للياسين صراحه، تحيه لعزيز ياسير الدراري كلشي، مصطفى الدراري كلشي، صلاح الدراري كل صراحه، والسي عبد الواحد فين ما كيكون عندنا مشكل في التلفازه كيجي يصلحوا لينا.
صراحه كما كتعرف اخويا حمزه كما قلت لك كنجمعوا ما بين التكامل. فاش كتجي كتشري تليفون الحمد لله راه كتاخذ لي زاكسيسوار ديالك ما كاينش فين الدور تقلب، زائد ان لي زاكسيسوار الغابر حنا الهم ديالنا في المحل اننا نوفروا الخدمه. اللي كنقول كنوفر لك واحد الخدمه ماشي كنوفر لك غير الخدمه فقط، كنوفر لك الخدمه زائد ان نوفر لك الخدمه باحسن ثمن. راه كاين فرق ما بين اخويا حمزه باش تفهم، كاين فرق ما بين الناس راه كيجيو عندنا وكيشوفوا كل شيء. وانا كنوجه نقص معك الصوت ديال وهذه راه كنوجه واحد من هاد المنبر هذا ديالكم كنوجه واحد المساله، راه ما كنبيعوش لكم غير السلعه مثلا اللي كتكون بقات يعني اللي كيداسيو فقط بقات في المحل وخاصنا نبيعو باي طريقه. راه ملي كنجيب لك شارجور ويرليس مثلا ب 30 درهم راه افونتاج، راه هذا راه مفخره لينا باش نجيب لك شارجور ويرليس. الشارجور العادي راه كيتباع ب 90 درهم 80 درهم، هذا غير العادي، كنجيب لك انا شارجور ويرليس ب 30 درهم. شي حاجه فهمتيني، يعني كنحاولوا ما امكن اننا نشجعوا المنتوج، زائد ان في المنتوجات ديالنا كنحاولوا ما امكن اننا انفيتيو هذيك المساله ديال الغلاء الاسعار وهذه كنحاولوا ما امكن حتى هكذا كتربح كليان جداد، كتكون استمراريه، كيكون بزاف ديال الحوايج. الناس اللي غيشوفوا اللايف من بعد وبغاو يسولوك على شي حاجه فين غادي يلقاوك فين غادي ماشي مشكل، ما كاينش مشكل. المهم كاين الناس، نعطيك مثلا الكاسك هذا الثمن نعطيك تقريبا اخر منتوج هو هذا اللي غيكون فيه. المهم كاينين بزاف ديال المنتوجات راه تقريبا دابا نعطيك مثلا هذا الثمن جي بي ال، هذا الثمن ديالو كيوصل 120 درهم في السوق، حنا عندنا ب 80 درهم على طيله الاسبوع، 80 درهم طيله الاسبوع. زائد نقول لك اخويا حمزه واحد المساله، تقريبا الا جيتي تشوف شحال من ارتيكل عندنا في المحل، يعني شحال من نوعيه، غتلقى واحد 300 ولا 400 ارتيكل كلها فيها البروموسيون. حيت صعيب باش مثلا نذكروا المنتوجات اللي عندنا كاملين، 300 ارتيكل ولا 400 يعني 300 نوع ولا 400 نوع، ف باقه من لي ريسيبتور لي بوان داكسي كلشي. جبنا واحد المره كانوا عندنا الصنادل ديال 400 درهم، انا نيت لابس وحده منهم بعناها ب 200 درهم. 400 كتبيعهم 200 اش فهمتيني؟ حمزه كيقول لك الايفون اكس ماكس واش كاين؟ الاكس ماكس لا حاليا ما كاينش عندنا، ولكن ان شاء الله غيكون عندنا هاد الايامات. شوف الايفون هاد الايامات بشكل عام في واحد النقص، كاين واحد النقص في السوق المغربيه بالنسبه للايفون، ولكن ان شاء الله تعالى عما قريب ان شاء الله الزوار وزبناء محل الكترو عبدو، حنا ما كنقولوش الكليان كنقولوا الزوار، لان الانسان اغلبيه الناس كيجيو كيسلموا علينا، على ياسين يسلموا على الدراري يسلموا على هادي، فقط يسلم ياخذ كيت، لان كتجمعنا واحد العلاقه طيبه مع الكليان. حنا كنوجهوا ليه من هذا المنبر ديالكم راه حنا كنحبوكم، واي واحد بغى يزورنا في المحل فالباب مفتوح ليه، حنا راه الاشاره ديالكم. الا كنا ما كنجاوبوش التليفون بزاف راه كيكون الضغط بزاف الاخوان، فسامحونا من هذا المنبر هذا. تي في بوكس ميش حد واش كاين تي في بوكس ديال شاومي الايفون اكس ار 3000 درهم 64 جيجا الباتري فوق 90. المهم كنظن مازال اننا ما كرهناش نجاوبوا على بزاف ديال الاسئله ديال الناس اللي عنده شي اشكال في التليفون ديالو، ما كرهناش لان هذا الشيء اللي فيه الخير. زائد ان راه اللي بغى يعرف شي استفسار اولا دير. زائد واحد المساله اخرى خويا حمزه، حنا في محل الكترو عبدو فاتحين الباب لاي واحد مثلا بغى يتعرف على شي حاجه في الدومين، بغى يعرف الدومين، لان من بين المسائل اخويا حمزه باش تقدر انك تنجح في الحياه ديالك هو هو كاينين ثلاثه او اربعه الحوايج، نذكر ثلاثه نتمنى من الله انني نكون فكرهم مزيان. اولها هو انك تقن العمل اللي كدير، ثانيها هو انك الانسان اللي غتبيع ليه داك المنتوج تحاول تبيعه ليه بواحد الثمن مرفق، ما يكونش واحد الثمن مبالغ فيه. ثالث حاجه هو ان هذا الشيء الدومين وهذا المنتوج هذا هذا الشيء اللي كدير السي ديالنا، ان هذا الشيء اللي كدير تحاول ما امكن انك دابا واحد الصديق جا عندنا دابا كنشوفو كنضحك كنبتسم بلا ما كنحس كنشوفو كنبتسم واخا خويا ما غنقول سميتك كون هاني شوف ما غنقول سميتك كون هاني شوف اول حاجه ان هادشي اللي كدير اي واحد في اي دومين
هذه نصيحه اخويه كنوجهها لاي واحد اللي كيدير شي حاجه في شي دومين، يحاول ما امكن انه يعلمها للناس الخلف، حيت هذه كتسمى صدقه جاريه. دابا زائد ان واحد النظره اخرى فاش كتكون انت كبيع وشري كتنظر، انا شحال من بيع وشري ما كرهتوش يركب على تران، ماشي على رونج روفر، ماشي يركب على الحديد، واش ملي كتكون عندك هذه النيه ربي صافي ربي هو كييسر لك. واش بغيت نقول لك ولا لا؟ دابا ملي كتكون عندك نيه واحد البيع وشري انت باغي يربح باغي يكون بخير. اس ديس عندك بون اوكازيون شحال دايره؟ لا الاس ديس حاليا، ولكن اخر مره بعناها ب 2000 درهم. الثمن ديالها شحال؟ الثمن كتباع ب 2400 درهم في السوق. شوف انا نقول لك واحد القضيه، حنا الكترو عبدو، نلخصها لك في كلمه، الكترو عبدو الهوته في السلعه، في السلعه المومو ماشي في السلعه اللي هي هوته. الكترو عبدو لساسفا شعارنا ان تاخذ برودوي. كاين بعض المرات كيجي عندنا برودوي، انا نعطيك واحد النموذج، برودوي كتبقى بين لي في 200 درهم 400 درهم باقه زايده فيه، كنبيعوه بقل من هذاك الثمن. علاش؟ لان حتى الثمن، نقول لك واحد القضيه، لان حنا كنديروا الروبريز في المحل. انت سولتيني يا حمزه، انا غادي نجاوب، كنديروا الروبريز. الانسان تليفون داير مثلا 2400، بعثوا لك ب 2000 درهم. كدير حتى الروبريز؟ كندير حتى الروبريز، لكن الروبريز بشروط. كندير الروبريز مثلا، حيت ما يمكنش اي واحد ندير معاه الروبريز. خصني نعرف المصدر ديال التليفون منين. واش فهمتيني؟ لان الا بغيتي تصفي شغلك وبغيتي تضبط داك وتقلب على الحلال، فخاص تعرف المصدر ديال التليفون منين. ما يمكنش انسان غيجيب لي تليفون مثلا بلا بواطه، ما عارفش انا المصدر ديالو، صافي نشدو صافي الروبريز. كنستفسر على التليفون، واش شراه جديد، واش هادي البواطه ديالو، الشارجور ديالو، المسائل. كاينين المسائل باش انك دير الروبريز. واش فهمتيني؟ تي في بوكس. المهم الاخوان، شوف باش نقول هذه المساله، نكمل هذيك النقطه ديال التي في بوكس كاينه موجوده. شوف اي حاجه بلاتي نجاوبو، قول لي هذه السيده مينا منال، شهاده حق، كيبذلوا مجهودات كبيره باش يوفروا منتوجات جوده واتقان باحسن ثمن، وكاين المصداقيه والمعقول. الحمد لله. نعطيك واحد النموذج، عطيني هذوك لي سمارت واتش عطيني لي سمارت واتش، نعطيك نموذج باش تفهم هاد المسألة اللي قلت لك. حنا الحمد لله خويا داك، نعطيك واحد النموذج. بزاف ديال الناس مثلا، بزاف ديال الناس باغي تفركس وباغي يهبهب، باغي تفركس وكذا، وهادي سمارت واتش، فهمتيني؟ حنا راك عارف، راه حنا راه هادشي راه حنا دزنا فيه اخويا حمزة، واخا راه حنا ما كبرش بزاف ولكن كنبانو كبرنا، كنبانو شرفنا. مثلا هاد السمارت كبير في كنبان كبير صراحه، كنبان كبير، ونتمناو من الله عز وجل يكون هاد الشيء في اللي فينا وقار، هذا هو اللي كاين. المهم خويا حمزه، مثلا هاد السمارت واش ديتي نمبر 1، هادي مثلا حنا كنبيعوها عندنا في المحل بروموسيون 270 درهم، ما يمكنش يجي مثلا نبيعوها ب 450 درهم. يعني الا نقصتي واحد 200 درهم مثلا على الكليان، راه هذا افونتاج اصاحبي. دابا الكليان راه 200 درهم راه كتسد باب، راه تقضيه ديال سيمانه. يعني وفرتي ليه واحد داك، وانسان غيدير سمارت واتش، فهمتيني؟ غيديرها في يدو، غيديرها غيهبهب فيها في يدو، داك الشيء. مثلا نوريك كاع، حنا نفتحوها باش يشوف الناس. هذه مثلا فيها لابيل، فيها مقاومه للماء، خاصو يديرها في يدو، تبان على اساس انها ابل واتش. دابا هادي ابل واتش 270 درهم. كاين بزاف ديال الناس كيقول لك لا 270 ما غاتشريش لك شي حاجه، انا نقول لك غاتشري لك، وهادي الا لقيتي فيها المشكل غترجع عندي غنعطيك وحده جديده. كاين شي برومو اكثر من هادشي؟ هادي فيها عام ديال الكارونتي، هادي ديتي نمبر 1 برومو شحال باش 270 درهم، فيها عام ديال الكارونتي. خويا حنا كنتحملوا المسؤوليه ديالك، ديال هاد البياسه. خسرات لك طلع لك فيها خط في شريطه انها ما تكسرش وما داش، ومقاومه للماء. وقع لك فيها شي مشكل، جي عندي نفتح وحده بحال هذه جديده ونعطيك وحده اخرى جديده. هذه هي المعامله اللي بغينا تكون حنا مع الزبناء. عندك هذه، اللهم امين خويا. هذه مثلا، هذه الثمن ديالها كيوصل في السوق حتى 600 درهم، كتجي عندنا حنا كنبيعوها لك ب 430 درهم. شحال؟ 430 درهم. انت باغي دير سمارت واتش، باغي تهبهب بها، تبان كذا، مقاومه للماء، فيها لابيل، باغي انت تريح مثلا، ويعيط لك بنادم وتجاوبه في سمارت واتش. هادي راه ما ناخذش وحده ب 4000 درهم 5000 درهم، غناخذ هادي غادي نقضي بها الغرض، ممتازه، فيها عام الا حسبتيها راه قل من درهم النهار باش غتقام عليك هاد السمارت واتش، هادي قل من درهم النهار.
مفركس مع راسك ناضيه افيشور ديالها زوين في افيشور اي بي اس ال سي دي ناضيه ممتازه. كاين هذا الريفيرنس ديالها من الاخر مثلا 300 درهم كاينه باقه من الاختيارات يعني طلع فين تخسر. ملي كنقول لك بروموسيون ملي كتجي راه كتلقى عندي 100 بياسه يعني جاوا 100 واحد مثلا كيقضيو الغرض في هذا ماشي غنقول لك بروموسيون نبين لك جوج بياسات وتجي نقول لك ساله لان الناس راه كيديبلاصو مثلا من جديده جديده اقرب نقطه لينا هي مثلا جديده واحد السوالم راه واحد السوالم راه 25 كيلومتر ولا جديده راه 70 كيلومتر يعني راه ماشي يعني خصو يجي القادك شي فهمتيني هذا الشيء اللي بغيت نقول لك. المهم حنا كنحاولوا ما امكن الباب كيكون خويا اسماعيل ديديكاس ليك خويا اسماعيل الله يحفظك احلى معامله الله يحفظك اخويا. حنا شوف الاخوان حنا باش ما نزكيوش نفوسنا ثاني اكثر من القياس هذا الشيء راه كنعاودوا نسطروا على نقطه حنا ماشي ملائكه ماشي ما كنغلطوش البيع والشراي الا كان غلط مره فنحاولوا ما امكن ما ناخذوش عليه واحد الفكره سوداويه. البيع والشراي تاورا كيمر من واحد الضغوطات الله يحسن العوان بزاف ديال البيع والشراي تابعينهم مصاريف تابعينهم كرا تابعينهم مصاريف عندهم عمال خدامين كاين بزاف الحوايج يعني حتى الزبون يحاول يسهل الماموريه. مثلا ملي تلقى سمارت واتش مثلا بلايص اخرين ب 450 و 400 درهم ملي يقول لك واحد الزبون 300 درهم ويبان لك ما كاينلاش تزيد مثلا الضغط عليه اكثر فالانسان السلاسه وال الانسان كيبقى دائما واحد النقطه سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى فماشي من 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 بيع وشري بوحده فتمن الزبون كيسهل الماموريه. فاش ملي كيوصل عندك الزبون السلام عليكم حتى كتلقى واحد الابتسامه هو كيتلقى واحد الابتسامه وكت كيسهل عليك الماموريه باش ملي كتوصل الزبون كيقول لك مثلا كتقول لي 300 درهم كيقول لك شيرتي عليا هنا بقى المساله ثاني في اخذ ورد فهمتيني يعني حتى السلاسه ديال التجاره فكيساهم فيها التاجر والزبون بجوج. تبارك الله عليك الله يحفظك خويا داك. وحنا اي واحد بغى شي استفسار ولا شي حاجه راه الباب شوف كاين الرقم المفتوح للناس كاملين اللي بغى شي استفسار هو رقم الفيكس 0808 62 48 46. فالباب مفتوح للجميع اي واحد بغى يبدا الدومين ديالنا فمرحبا به ما نبخلوش عليه بالنصائح اللي تعلمنا غير داكشي اللي عرفنا شويه داكشي اللي كنعرفو يعني دي بادرة منك. اي واحد انا كنقولها حنت الكترو عبدو فهو اسم ديال المتجر انا الاسم ديالي عبد الغني. بزاف ديال الناس في لساسفه الحمد لله راه كيعرفوني بزاف ديال الناس خارج لساسفه بحكم الانترنت كيعرفوني عن بعد. فمن هذا كنوجه واحد النداء اي واحد بغى يسول على شي حاجه كتتعلق بهذا الدومين بغى يزيد يخدم في هذا الدومين عنده حب في هذا الدومين فالباب مفتوح ليه يتواصل معايا حنا موجودين. هادشي اللي غنقول لكم تهلاو في راسكم وواحد الدعاء ندعيو به صاحب جلاله نصره الله الله يشافيه من هذا المنبر هذا والله الحمد لله هذه نعمه في بلادنا بلاد الامن والامان يعني واحد النعمه اللي بزاف ديال البلدان فاقدينها. حنا كنشكر الله عز وجل اننا تولدنا في المغرب وان الحمد لله كاين بعد واحد يعني كاين مجهودات كتبدل من جميع الجوانب من جميع من جميع من جميع كنشوفوا غير مثلا غير غنعطيك غير نموذج كالمنطقه ديال لساس فحنا اللي فيها حنايا كنشوفوا المجهودات اللي كتبذلهم فرق الامن بزاف ديال الحوايج الحمد لله كيساهموا في داك فهمتيني زائد التضافر ديال الجهود ديال الساكنه وكذا وكتكون داك التلاحم وهذه وهذه هذا الحمد لله فضل من الله عز وجل. كاين السلبيات متفق معكم ولكن كاين الحمد لله ايجابيات اكثر من السلبيات الحمد لله. خاصنا الانسان غير 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 يبدا وتوكل على الله وراه ما كاين غير الخير وتهلاو في راسكم.